ممتازة من أحمد مكنزي في التوزيع، وحسن جبر باختراق لوسط الدفاع وتسديدة رأسية مباغتة للحارس محمد عزت. 1-0، خطأ واضح من الحارس محمد عزت في هذه الكرة، يتحمل ويسأل على هذا الهدف الأول. خطأ لمصلحة المنتخب العراقي، كرة ملعوبة عالية رأسية، جول جول للمنتخب العراقي. وين المتابعة؟ هل كانت هنالك رأسية؟ هي مخادعة 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 لحارس المرمى، ركان المنهالي بين الجسر والساحة، العراقي عالي جناحه. عرضية حاضرة وتدخل، ما زالت الخطورة قائمة في 7 دقائق. الثاني جول، الثاني جول للمنتخب العراقي. أسود الرافدين انتصر في هذه المواجهة. شوف اللعبة، شوف الكرة، شوف المحاولة، التقدم اللي كان موجود، التغطية لم تكن ناجحة بل المرور كان ناجح والتصويبة كانت تنجح. عراقي لعب، عراقي نغم، عراقي كرة تتحول مرة أخرى، تدخل يحضر داخل المنطقة، تسديدة والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب العراقي عن طريق اللاعب زيدان إقبال، يسجل أول أهداف أسود الرافدين عن الوصول في الدقيقة 14 من عمر أحداث هذا الشوط الأول. شوف اللعبة اللي كانت موجودة جميلة جدا من وقاع رمضان اللي سدد، عائدة إلى الأمام، محاولة، فرصة، أحمد سرتيب للتعادل، التعادل 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 لأسود الرافدين، التعادل لمنتخب العراق، يعود مرة أخرى عن الكرة. شوف التمريرة، شوف البينية، يا سلام يا سلام يا سلام، يا روعة النقلة، يا جمال الرأي، يا جمال